شاطئها من أجمل وأنقى شواطئ العالم، مياه فيروزية، رمال بيضاء، ناعم مستوي. ولكن هذا ما يراه العصفور من بعيد. أما إذا أنت دخلتها فسترى شيء آخر تماما. يلا ندخلها ونشوف بعينينا. يعني الطريق من هون صحيح، إذا منظلنا هيك ماشيين منروح على حيفا، يعني في نهاية هذا الطريق منوصل لحيفا. الجسر راح تكون على شمالنا بعد شوي إن شاء الله. جسر الزرقاء جاءت تسميتها من وادي الزرقاء أو جدول الزرقاء. جدول الزرقاء هذا جدول اشتهر بنقاء مياهه، حتى انه كانت من زركة المي يعني شفافيتها تكون يضرب فيها المثل. وكان في جسر في المنطقة، فكان هذا الجسر انعكاسه على المي ونقاءه هيك يعطي شكل جدا حلو. ولكن مستوطنة معجان ميخائيل المجاورة استولت على هذا الجسر وأصبح فقط يعني في المنطقة هنا الجدول، جدول الزرقاء، ولم يعد كما كان. حتى مدخل جسر الزرقاء شوفوا كيف منتبهين، طلعوا كيف، حتى يعني هذا مش مدخل بلد. من اللحظة الأولى اللي بتدخل فيها لجسر الزرقاء بتشعر مباشرة إنك في مخيم للاجئين ولست في بلد ساحلي لها كل الحق بأن تكون من أغنى بلاد فلسطين. بلد متواجد بمحاذاة شارع رئيسي يربط تل أبيب بحيفا، متواجد على واحد من أجمل شواطئ البحر المتوسط. بلا أدنى شك يجب أن تكون من أغنى قرى العالم، ولكنك تتعجب لحالها وتكاد لا تستوعب ما تراه فيها. كأنك تمر من حي في كولومبيا أو البرازيل. فقر، معاناة، بطالة، يأس في الوجوه. علشان تفهم الحكاية بوضوح كمل الفيديو للنهاية. شوفوا بالمسجد صوت سعد الغامدي ما أجمله. أظن أن نحن في مركز البلد. بقدر اخليه هون ولا ازيحه على محل شيء؟ لورا قصدك؟ يعني شنو الساعة بدي زغيب؟ أصدقائي مثل ما كنت أنا متوقع وقلت لكم راح تكون العينين والنظرات يعني مش عادية. السبب إنه تقريبا في حياة في تاريخ هذه القرية أو هذه البلدة ما بعرف بنعدوا على أصابع الناس اللي اهتمت وأجت وصورت وشرحت عنها. بلد مثل هذا الجميل، إطلالة وارتفاع مثالي عن سطح البحر، هذا اللي أنا بقول لكم إياه إله دليل، يعني ما بحكي من الهوى الدليل، بس شوي راح أخبركم ليش أنا هيك بقول. ارتفاعه، إطلالته على عن سطح البحر، الموقع اللي هو فيه، أي نوع بحر، أي نوع رمل، يعني مثالي للسياحة، مثالي على أساس إنه يكون بلد فيلات، بلد قصور. شوفوا الحال اللي هو فيه. كانوا يعني ممكن هذا الفيديو يكون شاذ عن القناة، بس أنا مستحيل أمرر هيك شيء. جسر الزرقاء هي البلد الفلسطيني الساحلي الوحيد اللي ما طالها التهجير في عام 48، وهي أيضا البلد الفلسطيني الغير مختلطة الوحيد الموجود اليوم على الساحل، وما لم يتم إنجازه في 48 بالتهجير والقتل والحرق والدمار، على ما يبدو يجب أن يتم إنجازه بجعل الحياة أشبه بالجحيم.
مجتمع كامل. لما انت دخلت له اساسا الكهرباء في سنة 1970 كانت الناس صارت طالعة على الكمر وطالعة على المريخ وطالعة، وانت بعدك مش مخلي البلد يأخذ كهرباء. وصلت معه لسنة 1960 وهو ينكل المي، الناس تنزل كل هاي المسافة تجيب ميتها من الواد وترجع فيها على البيوت. ما تلومش البلد في اي شيء بتشوفه، اذا كان شفت شيء متاخر ولا كان شفت وضع مش في المستوى اللي انت حاب تشوفه. اي شخص في العالم بنحط في هيك موقع في هيك موقف، اقسم بالله العظيم انه يحمد له ويشكر على الثبات اللي هو فيه. كان زمان هج ولكنهم ثابتين وموجودين، ما نزاود. لو انت في هيك وضع بتكون نفس الشيء واسوأ ممكن. جسر الزركة حقيقة موقعها اسطورة اسطورة، والبلدات اللي على جوارها هون موجودة عندنا كساريا، هون موجود عندنا معجن ميخائيل. شوف الثنتين عبارة عن جنة على الأرض، بتقدرش تشتري البيت في الوحدة فيهن، بيت 100 متر إذا بتقدر تأخذه $5 مليون خذ مني شو بدك. $5 مليون مش ممكن تأخذ بيت 100 متر فيهن. ليه؟ جنة عاملينها. طيب في وسطهن موجود هذا البلد المسلم، ضغط متعمد، إهمال متعمد. كان هذا الفيديو تاعنا. بدي أذكركم لو ما كنتم مشتركين في القناة فحالا اشتركوا في القناة، لو ما أعطيتوا لايك لهذه اللحظة فأعطوا لايك، اللايك بيدعمنا كثير وبوسع انتشار القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.